اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحلقه جديده من موعدنا شباب، وكل يوم بنكون معاكم من الساعه 6:30 للساعه 8. كل حاجه بيضحكوا عليا فيها، مش انا مش عارف اعمل ايه. ريم على كل شيء. هي ريم اللي بتسخن الدنيا كلها. عندي معلومه جديده قبل ما نبتدي نخش في مواضيعنا، الصحه والتكنولوجي والابديتس والترندنج وكل الكلام ده، ان احنا النهارده مش بس على التلفزيون، تقدر تسمعونا على الراديو كمان الان اف ام. وموعدنا شباب زي ما بقول لكم هيكون من الساعه 6:30 للساعه 8 كل يوم بمواعيده مواضيعه المتنوعة المتعودين عليها. فعاملين ايه الفطار والدنيا اخبارها ايه والصحة بقى معاها، عشان تقول لنا نعمل ايه في النوم ونعمل ايه في البشرة ونعمل ايه في الجمال. في الجمال بس قبل كل ده أيوة. نقول سؤال الحلقة. عملتي لي لايك قبليها على الصورة بتاعتي؟ عملت لايك. عملت لي لايك. انا لسه ما عملتش لايك والله. انا عملت لايك وكومنت. شكرا جدا. بس انا نزلت بوست على انستجرام النهارده، بقى لي كتير ما نزلتش. عايز اقول لكم على سؤال الحلقة كمان عشان تتشاركوا معانا على مدار الساعة ونص اللي جايين. السؤال: اعز اصدقائك اكيد حصل لك منهم موقف سلبي وموقف ايجابي. yeah. احنا النهارده الايجابي yeah. رحت ايه على طول؟ لا على السلبي انا كان اصلا. انا اللي ظلمت. ماشي اوكي. فابعتوا لنا قولوا لنا، هتلاقوا ارقام البرنامج موجوده او ارقام القناه تقدروا تتواصلوا معنا عليها، موجوده قدامكم على الشاشه. وكمان يعني احنا هنحكي لكم على شويه مواقف كده ممكن تقولوا رايكم فيها. اتفضلي يا ريم. رأيي بإيه بالظبط؟ في موقف سلبي أو إيجابي من أعز أصدقائك. بدك يعني بلش هيك دغري بمواقف سلبي وإيجابي؟ أنا على بالي بعدين، يعني هذا يعني إحنا نسخن الحين وبعدين أنا معها بهذا الموضوع. شو رأيك نسخن شوي بعدين ما نتذكر كمية المواقف، لأنه المواقف عم تدخل ببعضها هلا حاليا، فما عم بعرف موقف من موقف. بلش أنت بموقف كون أنا ذكرت موقف. شوف أنا بدي الترابيزة إزاي. طيب عايزين موقف من أعز أصدقائي. والله هو يعني أعز أصدقائي يا ريت يكون بيتفرج دلوقتي، عشان خلاني أحجز مرة تذكرة غالية جدا جدا جدا، وفي الآخر يعني اختفى ونفض وزي ما بيقولوا كده كانسل. وللاسف يعني الفكره كلها بين الاصدقاء بيبقى الموضوع الفلوس والماديات صعب ان انت تتكلمي فيه وتقولي طبعا. مثلا فلغايه دلوقتي هو عامل ودن من طين وودن من عجيب. عايز فلوسي. بس بعدكم اصدقاء طبعا. بس المفروض بعد البرنامج الحين بعد ما قلت هذا الموضوع يدفع لك. الله يوفقك. بلا تين من عجين وادن من طين وادن من عجيب. واول حرف من اسمه ايش؟ لا خلاص بقى يا حاجه، عشان خش لنا بقى في الصحة عشان احنا متشوقين نعرف اضطرابات النوم في رمضان نعالجها ازاي. طبعا الكل يعاني من اضطرابات النوم في رمضان، لان يومك يتغير، صحيانك يتغير، كل شيء يتغير. ففي ناس كثير ما يقدرون ينامون في الليل. فطبعا نصح الاطباء انه يكون في تحديد موعد للنوم والاستيقاظ، يعني كل يوم يكون عندك جدول منظم متى تصحى متى تنام، عشان جسمك يتعود على هذا الشيء. بلس انه تجنب انك انت في الويكند او في الاجازات انك تسهر. يعني مو عشان عندك اجازه خلاص تجلس لين الفجر، لان جسمك بالتالي راح يتعود. ايوه بس اعمل ايه حضرتك، ده نفسي اسهر واخرج شويه يعني في الويكند. لا اسهر بس لا تسهر الوقت متاخر يعني. لا حد ساكن. يعني حد بس حتى الإجازة مع نهاية الأسبوع تكونين متعودة على أنه طول الأسبوع أنت جنتي على وقت معين، فتشوفين نفسك أنه بدون ألارم أو بدون شيء قاعدين على نفس الوقت. بس في ناس يعني يقولون يلا طول بكرة ما عندي شيء. إذا طولت الإجازة شوي يبدي هذا هو التقليل من وقت أو نوم القيلولة. يعني في ناس ينامون 15 دقيقة، في ناس مثل حالاتك ينامون ساعتين ثلاث ساعات، في ناس كذا يعني يفضل في ناس ما تنام. طلعتي فيني ناس كذا، انا ما بنام. انت ما تنامين؟ لا انا هلشي. ليش؟ حليلي والله حليلي. عرفت انه يفضل انك انت ما تاخذ قيلوله في وقت الظهر، عشان بالليل تقدر تنام زي العالم والناس. زي العالم والناس. غير كذا انه لا تثقل على الأكل، يعني على الفطور أو على السحور، لأنه طبعا معروف أن المعدة إذا ثقلت عليها يعني حتى بالأيام العادية ما راح تقدر أنك أنت تحس أنه تبغى تنام. بلس في أشياء ممكن ناخذها اللي هي المشروبات الدافئة، تساعد على الاسترخاء زي البابونج زي اليانسون هذه الأشياء تساعدك أنه أنت تنام.
نعم انت بقى واللبن. من واللبن اللبن كمان اللبن, اللبن كثير بيساعد قبل النوم. سوري بلا ما اطول حديثك, بعتذر ما قصدي ابدا ما بعد النوم هتخش لنا في الوصفات الطبيعيه بتاعت البشره باين. باين اوكي اعتقد بيقولوا كده. تفضلي حضرتك. مش فاكره. لا خش في الموضوع. طبعا معروف لانه في رمضان ما نشرب ماء في وقت محدد فيصيب البشره جفاف. في ماسكات نقدر نسويها انه تساعد انه هي تعطي ترطيب للبشره مثل ما احنا شايفين. طبعا اول شيء ممكن نعمل مثلا لبن اللي هو الروب او حسب, في ناس يسموه لبن في ناس يسموه زبادي. مع اللبن مع ماي ورد تخلطهم مع بعض وتحط عليهم. طبعا انت بالنسبه لك هذه يعني اشياء غريبه, تحط عليهم مثلا ملعقه ليمون لانه ليمون معروف انه يساعد فيتامين سي ويفتح البشره وفي منه فوائد. نقدر نخلطهم مع بعض ونحطهم 15 دقيقة إلى 20 دقيقة على الوجه. نكرر هذا الماسك مثلا مرتين في الأسبوع. ثاني شيء ممكن, شيء غريب أنا بعد أول مرة أسمع عن هذه الخلطة اللي هي الطماطم مع الشوفان. أيوة أول مرة أسمع فعلا. يعني ما كنت أذكر أنه الطماطم كنا نستخدمها على البشرة, بس يقولون ان لها فوائد كثيره انه تخلطها مع الشوفان وتحطها. طبعا اضحك عادي. طبعا الطماطم طلعت بيستخدموها مع الشوفان. غير كذا الحليب مع اللوز, يعني نجيب او الموز بعد نفس الشيء مع الحليب ممكن يساعد الموز في ترطيب البشره بشكل كبير. نخلطه مع اللبن او الروب ونحطه زي ما موضح في العسل. نفس الشيء طبعا زي ما قلت امس انه العسل مره مفيد للبشره, طبعا فوائده مره كبيره. ممكن انه نستخدمه بلس انه نقدر نحط لوز مع حليب. يعني اللوز ننقع اللوز بالحليب لمده يمكن 10 دقائق. اضحك ما علينا. 10 دقائق وبعدين نستخدمها لمده 15 دقيقه. وهنا قاعدين نشوف الموز نحط عليه عسل ولبن ويصير ماسك. يعني تقدر تحطه على وجهك وتغسله طبعا بالماء الفاتر بعد من 15 إلى 20 دقيقة. بعدين تخش التلاجة. بعدين تخش بقى تلاجة أي مكان أنت عايزه. طيب وعندك كمان خلطات منزلية جميلة جدا لسرعة تبييض الأسنان. أي صحيح. يعني النهاردة. أيوة الخلطة اللي بيها ليمون. ليمون بيها معروف الليمون. بيكنج سودا. ليمون وبيكنج سودا. معروف إنه هو يبيض الأسنان. ليمون. ليمون. طيب ماشي لمون. حضرتك. بس الليمون بنخلط مع البيكنج سودا. صحيح ممكن انك انت تخلطينه وممكن تحطين تستخدمين الليمون. ممكن تستخدم الملح كمان. الملح حتى ممكن ما تحط معجون اسنان. في ناس يستخدمون الملح لتبييض الاسنان. انا جربت البيكنج سودا والليمون. هو من تحطيها يصير تفاعل فممكن تخافين شويه انه يصير. لا بس عادي, هذا الشيء. هو البيكنج سودا اللي لونها اسود كذا بلاقي ناس بتغسل بيها اسنانها. لا البيضة بس السودة هم تبيض أيضا كمان. هي سو تشاركول. بس في حاجة سودة الناس بتعمل بيها أسنانها كده ظهرت فحم. بس الأطباء يقولون أنه لا تسوي هاي الخلطة هواية لأنه تأذي المينا مع الأسنان. أيوة صح. طبعا غير الملح سوري الملح والسكر. لا سكر مين. والليمون. والليمون اللي يساعد في تبييض. بعد ينصح الأطباء طبعا أنه إحنا خلي التفاح. سوري هذا اللي نسيته. خلي التفاح مره مفيد للاسنان. مره مفيد يساعد. خلي التفاح مفيد لكثير شغلات. انا بشوف الماما بعد اكل او اي شيء معين بتحس بالتخمه. وانا امي انسانه رياضيه بتحب الرياضه وبتحب تهتم برشاقتها بكل صراحه. فكل ما هاي ماما كل ما بتاكل شيء بتحس بالتخمه فيه دائما بتحط خل التفاح وبتشربه. صح. على هلا ما بيصير كثير لانه ممكن يرفع من نسبه الاسيد بالمعده واحده هي بس معناها. هو كثير مفيد للدايجستشن وكثير مفيد للواحد ينزل وزنه. حتى بينصحوا فيه كل يوم الصبح اذا الواحد يشرب منه شوي. بس انا ما بحب اخذ منه كثير لانه بيسبب حموضه. طيب تسريحات شعر النجمات ولا لسه عايزين تقولي معلومات؟ عايزين انت بدك تختصر يعني شعر. ما ادري يعني هو حاب يختصر. حسيتي؟ حسيت سامعين؟ ندخل طبعا. وفي النهايه ابغى اقول وانصح انه بعد كل وجبه
نغسل أسنان. يا ريت. لا والله. يا ريت والله نغسل أسنان. يعني بغض النظر يعني بغض النظر عن الأصفات. إنه نغسل أسنان. بعد الفطار وقبل السحور. أرجوك. أو بعد السحور وقبل الفطار. بالضبط. وبالنسبة لتسريحات شعر نجمات رمضان لهالسنة. تسريحات نجمات رمضان. نجمات رمضان. طبعاً هذه السنة نجمات الدراما 2018 صدموا الناس بلوكاتهم الغريبة. وأولهم كانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لما طلعت في كارما لعنة كارما بالشعر اللي طبعاً هو ما كان شعرها زي ما احنا شايفين هي باروكة لبست الباروكة كانت هي الباروكة قصيرة ذكرتنا هنا اللوك هذا وهذا الشعر ماروكو ونفرتيتي قبل كانت تسوي نفس هذا اللوك انت ليه مصدوم؟ حاسه عامل زي اللي هو بتاع كاسا دو بابل ونفرتيتي كانت هذا الوقت كانت نفس الشيء بلس انه هي بعد هنا زي ما احنا شايفين البلوند هير شعرها هنا يا لطيف شو الشعر لا غريبة أو صراحة يا شكلها صراحة اصدمت ناس في ناس كثير علقوا على اللوك انه تعليقات سلبية ومنهم طبعا في ناس اعجبهم بس هو كان شيء غير بالنسبة لهيفا كما تعودنا عليها يعني زي ما تعودنا عليها ثاني شيء كانت الفنانة نادين جيم أوكي. طبعا لما قصت شعرها كاري كان لوك ناعم ظهرت في مسلسل طريق زي ما احنا شايفين الحين راح انا ما شايفته ناعم ابدا هم في كثير ناس اعجبهم من يعني من محبين بس الفنان. بالطويل احلى أنا بالطويل احلى بالطويل احلى انا بالنسبه لي بس هو كان يعني لوك غير وفي فنانات كثير قلدوها بعد ما قصت شعرها أيه؟ يعني طبعا الفنانه مي عز الدين فاجأتنا هذه المره وريحت شعرها وريحت كل انه ارتدت الحجاب هذه المره طلع بلوك جديد طلع لوك جديد ومميز وفي ناس كثير طبعا الدور كان يتطلب انه هي على فكره لابقى كثير كثير حبيتها انا عليها صراحه وكانت مفاجاه لكثير من الناس وفي كثير ناس علقوا انهم اعجبهم هذا اللوك معظم الفنانات في رمضان اصلا بيبقوا يعني بيغيروا اللوك هم يتقصدون انهم يطلعون بشيء غريب او شيء يجذب المشاهد اوكي بالذات بس في حسب الدور طبعا حسب متطلبات الدور من الصحة والبشرة والعينين والنوم والسنان وقلنا ايه تاني صح هما دول عايزين نطلع والممثلين والممثلات ونرجع لكم تاني هنتكلم على هيئة الطرق والمواصلات في دبي عاملة او في غرامة جديدة هنقول لكم عليها وكمان هنتكلم على التكنولوجيا عايز اقول لكم منين جت قصة الكريدت كارد واليوتيوب هكلمكم عنه شوية واخبار متنوعة نطلع بريك ونرجع لكم تاني يلا بينا يلا بعد الفاصل رجعنا لكم شبابنا وكل مشاهدينا احنا موجودين على التلفزيون وموجودين كمان على راديو الان تقدروا تسمعونا الان اف ام حلوه الناس تكون في العربيه او اللي بيسمع راديو يسمعنا ويتخيل اللي احنا بنحكيه يعني مشان ما مشان ما يضل في حدا له حجه يقول والله ما عندنا وقت نحن طالعين نحن ما يعني لايف على اليوتيوب فاتحين وعلى التلفزيون فاتحين وعلى الراديو موجودين وعلى اليوتيوب واللايف والفيسبوك وكل حاجه كل موجودين نحن كل مكان فما تنسوا تتابعونا وعشان بعد ريم اللي يسمعنا ما في السياره خصوصا ما يتهور ويسوق بشكل كبير كبير اوكي بشكل سريع لانه هيئه الطرق والمواصلات ايوه خاصه في رمضان ها ليش طالعيني ليش طالعيني شدي فرضت غرامه ماليه تصل الى 2000 درهم لاي احد يخالف القوانين خصوصا في قوانين السير طبعا في رمضان وتعريض حياه الاخرين للخطر بس مو مخالفه معينه هي اي مثلا انه ما التزمت بقوانين السير يعني مثلا مش اي بس لازم شيء معين يعني هل هي السرعه ولا التليفون ولا اي شيء اي حاجه تقول بقى 2000 درهم بالضبط خصوصا في رمضان لانه الناس وهم كاتبين متأكد يعني المعلومه دي ما عشان ها لانه ارسلوا مسج للكل عرفت انه اذا في حال كنت تعبان او شيء يعني يفترض انك تاخذ قسط من الراحه عشان ما تسوق وانت تعبان او حفاظا على حياه الاخرين طبعا بعد التنوين المهم ده اللي قالته عليه ما نخلي بالنا كلنا اكيد في السعوديه في مصر في الامارات في اي دوله يعني سوقوا كويس عشان رمضان الصيام بيبقى انت سوقي كويس تركيز. ما تطلع فيني هيك من الصحه بننتقل الى التكنولوجي وزي ما قلت لكم من شويه عايز احكي لكم ثلاث قصص او اكشلي اربع قصص اول قصه
قصة الكريدت كارد ظهرت ازاي ومين اكتشفها، وعايز احكي لكم على اليوتيوب ازاي نحمي اطفالنا منه، عشان بيبقى فيه مشاهد كتير غير مقبولة ممكن تظهر لاطفالنا هم قاعدين على اليوتيوب بيتفرجوا، لان انتوا عارفين الناس كتير بتتابع اليوتيوب خصوصا الصغيرين. بلس سعودي طور روبوت بيتحدث باللغة العربية، ده نجح الباحث السعودي فيصل أسترهيد في إجراء محادثة باللغة العربية مع روبوت اللي هو اشتغل عليه مسميه مسالم، عشان يصبح أول روبوت في العالم يتحدث اللغة العربية وقادر على فهم اللهجات العربية المختلفة بتاعتنا، العامية المصرية الشامية الخليجية كلهم. وبيتعلق أو يعني الروبوت ده بيستخدم في حاجات كتير هو قدر ان هو يشتغل عليها عشان يساعد الوطن العربي، فأعتقد دي فكرة كانت ناقصة، لأن شفنا روبوت حتى صوفيا الروبوت النسائي أول ما ظهر كان في السؤال ده شفته في المؤتمر هنا في الإمارات، طب هي بتكلم إنجليش بس، بتكلم إنجليش وفرنش وأسباني وكده بس كان مفيش عربي، مفيش عربي، فكان حاجة يعني بايخة ممكن تتزبط بعدين، فأعتقد إنه ده هيساعد بكتير من شغلات لما يبقى فيه روبوت أو إنسان آلي بيتكلم باللغة العربية. تعرفنا على سالم، هنشوف الفيديو فعلا. انا عايز اشوف الفيديو بتاع الروبوت سالم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله مسالم. نعم، كيف حالك؟ أنا مسالم، نموذج أولي لمشروع بحثي مدعوم من الجامعة السعودية الإلكترونية، تم صناعتي في السعودية، تم طباعة جسمي بتقنية الطباعة ثلاثية الإبعاد. إلى اللقاء. مع السلامة، إلى اللقاء. شفنا الفيديو دلوقتي للروبوت مسالم او الانسان الالي مسالم بيتكلم باللغه العربيه، بس هو انا حاسس انه السلام عليكم. لا حسيت بطيء شويه، مستفز يعني، تقول له السلام عليكم بعدين خمس ثواني وعليكم السلام. ده الديفلوبمنت بقى اللي بالمدرسه، ما تجي المس وتقول السلام عليكم وعليكم السلام. دي كانت اول قصصنا في التكنولوجي النهارده، بنحييه طبعا الباحث السعودي ونتمنى له كل التوفيق، لانه يعني فكره حلوه وشغال عليها اختراع طبعا. اكزاكتلي. كمان عايزين نتكلم على فرانك ماكنامر اللي هو عمل الاسم الهالي، عمل الكريدت كارد او الديبت كارد، جات له منين فكره؟ في مره كان بيتعشى ونسي فلوسه في البيت، فبسرعه كده روح وهو منزعج جدا، فقال لي دايما احمل فلوس، وابتدى يفكر في فكره انه يبقى في كارت احطه في مكنه فيسحبوا مني الفلوس والكلام ده كله. فزي ما انتم شايفين طبعا هو الكريدت كارد من احسن اختراعات العالم، من احسن اختراعات. انا اعتقد هذا احسن اختراع يمكن بالحياه بعد المكيف. عايز اقول انه بجد في بلاد بتعتمد اعتماد كلي كامل، يعني حتى الباصات بتاعت المواصلات بتستخدمي فيها كريدت كارد، سوبر ماركت، لدرجة انه خلاص منها السويد والدول الاسكندنافية. أيوة. بشكل كبير حتى صار تحط على التليفون، يعني الكارد مالتك موجود بالتليفون. بس تحطه هاي بالزبط. تدفع. يعني انتم مش وحشكم الفلوس لو الموضوع بقى كريدت كارد، مش ملمس الفلوس برضو؟ لا، للاستغناء عن الفلوس اوقات عن جد بتكون بمواقف كتير محرجة. انا صح، كنا بارح عم نحكي عن مواقف المحرجة، رح احكي اليوم بموقف محرج صرت فيه. كنت مرة على طريق على ابوظبي، وانا طبعا سباقة عندي سوابق بانه تنقطع فيني السياره البنزين. من البنزين. أوكي. لانه اكون ماني منتبه من فانا صرت هلا بتوتر اذا بشوف انه البنزين حينقص يعني، واللي اضرب من هيك انه السياره ما كانت سيارتي وقت وقفت فيني وحدا خبطني كمان فوق منها. فرحت مره وعلى طريقي على ابو ظبي كمان نفس الشيء، فالبنزين يعني قرب بده يخلص، فانا بدي ادور على محطه بسرعه لانه خلص خايفه، صار في عندي فوبيا. فوت على المحطة وأخيراً لقيتها بعد ألف أنا
ها بلا ما نقول فوت على المحطه بيقولوا لي سوري الكارد ماشين ما زبطه وانا ماني حامله كاش. من حسن حظي بيت رفيقتي اللي انا كنت رايحه لعندها كثير قريبه من المحطه واتصلت فيها قلت لها معلش بعينك الله عيرينا هالكم ده مش محرج هذا الموقف انت عامله زي عادل امام لا محرج لانه اول مره كنت بروح لعند على البيت اول مره بروح لعند على البيت يعني كانت بايخه انك تكلميها كثير بايخه يتبعون طريقه انه نفس الموقف اذا بالمحطه صار وياك موقف انه ما عندك فلوس او الكارت ما اشتغل انه تقول له خلي اسمي وياك او الاي دي وياك وارجع لك ثاني يوم فهو يكون عنده شيء مهم منك يعني البطاقة الهوية بس اكيد رح ارجع له ثاني يوم على ابو ظبي عامه المشاهدين انا عايز افكركم انه يعني بمناسبه ان هي بتحكي عن المواقف المحرجه كل يوم بيكون عندنا سؤال في الحلقه فالنهارده سؤالنا ايه الموقف السلبي او الايجابي اللي حصل من اعز اصدقائك تقدر تكلمنا في اي وقت على الارقام اللي بتظهر على الشاشه وتتواصل معنا وتحكي لنا المواقف السلبيه والايجابيه انتوا لسه ما حكيتوش هنحكي اكتر بس انا مكمل معاكم باخبار التكنولوجي وعندنا زي ما قلت لكم اليوتيوب هنتكلم عليه كمان مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من ما يشاهده اطفالنا فالفكره كلها ان يوتيوب عمل يوتيوب بس للاطفال بالظبط كده فده بنسبه كبيره ولازم انت بقى تبلوك انه تبلوك بنجز اللغه بنجز اللغه مش احنا مصريين نحب كده الانجاز صح ما نضيعش وقت حضرتك انا سامع اعرفك فالفكره كلها ان انت ممكن على اليوتيوب بتاعك تقفل انه حد يخش من اطفال او كده الا من عن طريق باسورد او طريقه معينه وتخلي للاطفال يوتيوب كيدز يتعاملوا عليه او يتفرجوا عليه بكل فكره مره صراحه جدا رائعه جدا رائعه الفكره انا نفسي بشوف ساعات على يوتيوب حاجات مشاهد مش طبعاً. يعني فعلا دم وحاجات ما ينفعش تشوف وطبعا لما تكون العائله كلها بدها تفتح يوتيوب فالابديت فرت شيء الام تفرت شيء فيصير السجستد فيديوز للطفل غير اللي هو دايت يتفرج عليه كارتونز او هالاشياء فزي ما قلت لكم هو الكريدت كارد كنا بنتكلم عليه واليوتيوب اتكلمنا عليه وكمان عايزين نتكلم على انه رئيس مايكروسوفت يعني تعرفين يعني كتير قوي بيحذروا دلوقتي من الذكاء الاصطناعي اللي هو ما يسمى يعني بانه عليه مشاكل كتير فانا هحكي لكم بعد البريك عليه اكتر وهحكي لكم قال ايه رئيس مايكروسوفت بس تابعونا على موعدنا شباب وقناه الان يلا بينا بعد البريك رجعنا لكم ولسه عندنا اخبار كتيره وبنتكلم في التكنولوجي ولسه عندنا اخبار غريبه وكمان عندنا مكالمه حلوه جدا ومفاجاه بعد شويه هنقول لكم عليها مع فنان مشهور وجميل قرر يكلمنا فجاه هتكون مكالمه حلوه ونساله على الابديتس بتاعته فمش هقول لكم هو مين دلوقتي بس عايز اكمل موضوع مايكروسوفت سريعا بيحذر العالم بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي عشان هم خايفين لا يعني يبقى ليه سايد افكت او جوانب سلبيه تعمل المشاكل لعالمنا اللي احنا عايشين فيه فده كلها من التحذيرات اللي بتحصل دي كانت الابديتس من التكنولوجي اللي كنا عايزين نقول لكم عليها النهارده اما بالنسبه للمواضيع الغريبه الحاجات الغريبه فالحاجات الغريبه كلها من شاكينيز شاهينيز هذا النيك نيم مالتي بالبرنامج المهم اليوم جبت لكم ثلاث اشياء اول موضوع انه طبعا معروف بالخليج العربي انه هوايه من الاسر يلجؤون للخادمات انه يجيبون خادمات بالبيت عندهم بس طبعا نشوف اكو هوايه منهم يعاملوهم بطريقه مو زينه او سيئه انه ما يعاملوهم كانه وحده هي من العائله او صارت فرد من افراد الاسره فالخبر الغريب اللي شفته انه اكو وحده باماره ابو ظبي شافت انه الخادمه مالتها مدت عامل اطفالها بطريقه مثل ما هي تريد او مدت تهتم بيهم فقررت انه هي تاخذ مي مغليه ويعني شبتها على وجه الخادمة والخادمة احترق كل وجهها وطبعا حروق من الدرجة الأولى يعني لأنه المي على النار كانت وهي شالتها وذبتها على وجهها فهاي المواقف هوايدة نشوفها أنه ماكو أي نوع من أنواع الإنسانية بالموضوع لأنه الخادمة المفروض تعاملوها كأنه يعني هي بشر إنسان بشر في النهاية فالمفروض الواحد من يجيب شخص غريب هي أصلاً طالعة من أسرتها ومن بلدها وجاية بس احنا بنشوف في المجتمع هنا وفي بلدنا العربية في توعيات كبيرة وفي مساعدات كبيرة بس بعدنا نشوف هاي المواقف يعني مدى بس بشكل كبير قلت وما بنشوفهاش يعني توعيات كبيرة جداً المواضيع الثانية الموضوع الأخ أنه صار أكو مثل قانون بس ما أعرف إذا أطبق بالدول العربية
انه الواحد من يخلص شغله ويطلع من المكتب ممنوع يستقبل اي مكالمه من المدير او اي احد من زملائه بالعمل او يسوي اي شيء له علاقه بالعمل. فهذا القانون يقول انه اذا المدير اضطر انه هو يخابر احد من اللي يشتغلون عنده لازم يدفع له $250 حتى يجاوب على المكالمه. اوكي لفين؟ يعني ما حددوا بس انه قانون عمل جديد، لانه الصراحه يعني هي اوقات العمل خلاص واحد يخلص الشغل يروح للبيت ما يريد بعد اي شيء يذكره بالشغل او احد او مكالمه او ايميل، فهو المفروض ما يسوي اي شيء له علاقه بالشغل وانس هو خلص الدوام. فهذا حسيته شيء حلو اذا طبق يعني بعالمنا العربي. الخبر الاخ هو غيره النساء من بعض بموضوع الحفلات، مثلا استقبال المولود الجديد او اللي سووها مثلا قبل العرس، بدنا نشوف انه يقلدون شويه الاجانب برايدل شاور او بيبي شاور هاي الاشياء. فبدت تكاليف الحفلات دا توصل 80,000 درهم، يعني واحده من تولد بيبي جديد دا يتنافسون او يغارون وحده تغار من اللخ بالحفلات هاي، فدا يصرفون هوايه فلوس عليها. يعني تشوف الوحده انه هي بس حفله مال استقبال مولودها الجديد بس دا تدفع عليها، يعني واحد ممكن يدفع على عرس 80,000 درهم. فهذا الموضوع كان انه بسبب الغيره بيناتهم. بس أنا أكثر موضوع أثر بي هو موضوع الخادمة، لأنه بعد المواضيع الغريبة كلها بنحاول نلمها من كل حتة في العالم عشان نقول لكم عليها ونحكي لكم على إيه الجديد واللي بيبقى فيه أخبار غريبة، دراسات غريبة بنجيبها دايما وبيحكي على إزاي لو فاكرين الدراسة بتاعت إن أنت لو قلعت الحذاء قبل ما تخش البيت هتخس وزنك، بتبقى جامعات كتير وفيها طلبة كتير بيعملوا دراسات كتير مختلفة والكلام ده كله. الترندنج كمان هو اللي جاي في السكة وعندنا أخبار مختلفة واتكلمنا عن الصحة. أنا دايما بحب أعمل لكم راب اب سريع كده عن اللي بيحصل في الحلقة بتاعتنا في موعدنا شباب. فاتكلمنا عن الصحة وصحة الأسنان وصحة البشرة وصحة النوم، فإحنا لسه عندنا يعني أخبار جاية كتير ولسه هنتكلم دلوقتي مع زي ما قلت لكم فنان مفاجأة، هنتكلم معاه ونحكي معاه ونشوف الأبديتس عنده والترندنج اللي عنده. كمان اتكلمنا على التكنولوجي وحكينا على اليوتيوب وحكينا على الكريدت كارد ومنين جت الفكرة. فهنسمع دلوقتي التليفون هو جاي لنا في السكة، احنا مستنيينه. الو ايوه محمد عطية. ايه الاخبار؟ ازيك يا محمد عامل ايه؟ انا كله زي الفل الحمد لله، انت عامل ايه؟ محمد عطية معايا ريم وشهناز وكمان مها، واحنا كلنا من عشاقك. أنا بصراحة كنت طفلة لما هو كان في السارة كذا. محمد يمكن كان عمري 15 سنة. أنا كمان كنت طفلة برضه على فكرة. محمد أنت موجود الأيام دي في الإمارات صح؟ آه. طيب ده هل مثلا ليه علاقة بأعمال جديدة بتظهر أو في أي أخبار جديدة عن أعمال جاية في السكة؟ هو أنا المفروض إن أنا كنت جاي عندي ميتنج هنا عشان حاجة بخصوص شركة الإنتاج بتاعة الألبوم، وكنت جاي اشوف اصدقائي اللي هو انت طبعا منهم وباسم وكده، وبعدين راجع ان شاء الله على بيروت عشان احضر تصوير الكليب الجديد لاغنيه اغنيتين من الالبوم ان شاء الله. خلاص الالبوم قرب ينزل 1/7 ان شاء الله. 1/7 وده عوده بقى من جديد لمحمد عطية. احنا شفنا السنجل من تقريبا شهرين، من شهر ونص. شهر ونص ليه كنت طالع عنيف قوي كده؟ عشان الاغنيه كانت قصه حقيقيه، يعني حاجه حصلت معايا فكنت لازم ابقى عنيف عشان اعلمها الادب. يا سلام انتقام، يعني انتقام حلو الصراحه على الهواء. طب مقتطفات عن القصه بليز محمد عطية، اذا انت اليوم لانه موضوعنا وسؤالنا على الهواء انه شو موقف سلبي او ايجابي مر بحياتك، فاذا انت بتحب تحكي لنا. هو احد الاصدقاء بس بالظاهر هي ما كانت صديقه او صديقه، فبتحب تحكي لنا هيك عن يور اكسبيرينس، يعني مقتطفات، يعني موقف سلبي حصل من حد من الاصدقاء؟ يعني لا لا احنا عايزين نعرف، عايزين مع الاكس مع الاكس حق الاغنيه نعرف. انا مش فاهم السؤال، يعني انت موقف سلبي حصل مع حد من اصدقائي ولا موقف سلبي حصل لي في حياتي؟ لا الاغنيه اللي انت عملتها اللي كانت عن موقف حقيقي انت قلت عليه، احنا حابين نعرف الموقف. الموقف ان انا كنت مرتبط بواحده وبعدين مبقاش نتكلم مع بعض، وبعدين لما رجعنا نتكلم بعد سنه ونص او سنتين فبقى نتكلم فتره فتعلقت بيها تاني واكتشفت ان هي مع شخص تاني فبعدت بقى خالص، فكان عملت الاغنيه اللي انا عملتها. يا سلام. الشعور بيبقى كده يا محمد لما بتقعد بقى تحس ان انت عايز تكسر كل حاجه حواليك؟
لا هو بص، هو كلامه اللحن كان هما كلامي ولحني الموقف الخاص اللي انا بيه وعايش يعني، فده كان كلامي ولحني. فهو الموضوع طلع كله الباكج بتاعه فيه عنف، ما اعرفش ده بقى جاي، انا كنت حاسس ان انا متضايق او في غضب يعني، مش عارف ايه السبب. بس هو الواحد لما بيكتب ورق بيمسك ورق وقلم هتطلع معاه بقى بالشكل اللي هو حاسه. اوكي. طب محمد انا عايز تسال ايه سؤال، ايه احنا كلنا عندنا اسئله كتير فخليك معانا. بصراحة يعني مبسوطين بيك. محمد انا حابة اسالك قد ايه اخذك هذا الموضوع، او من امتى صار هذا الموضوع؟ يعني هل هو شيء جديد ولا مر لا عليه هو انا سنين؟ هو ما هي الفكره ان انا كنت ان انا كنت احنا انفصلنا عن بعض من 2 ونص، وبعدين لما رجعنا نتكلم في ظروف، كان في ظروف وفاه والدي وكده، فهي الله قربت مني، يرحمه. فده الكلام ده كان الله يرحمه، فكان من 9 شهور رجعنا نتكلم. وبعد بعد ما اكتشفت الموضوع ده بعدت، فعملت الاغنيه من 9 شهور بس. احنا يعني رسميا مع شويه بعض من 2 ونص، بس الفتره اللي رجعت علقت بيها. وانا خد بالك برضه احنا يعني الواحد اللي هو بيكتب ويلحن دايما بيبقى مستني اي حاجه تحصل عشان يطلع شغل يعني. وكفايه دراما، خلاص كفايه دراما، عايزين بقى اخبار حلوه. يعني دلوقتي الالبوم جاي، وعايز ان شاء اسالك الله. محمد بتشوف حد من اي النجوم اللي بتظهر جديده في الفتره الجايه؟ محمد عطيه برضو، لان احنا شفنا محمد عطيه بعد ستار فترة اكاديمي والدنيا كانت حلوه وافلام يعني ظهرت موهبه، ففي مواهب جايه في السكه بتشوف فعلا بيظهر مواهب من المسابقات والبرامج اللي بتشوفها؟ بص، هيفضل دايما يظهر مواهب، وهيفضل دايما في ناس كويسه، لان المواهب ما بتخلصش يعني، وهيفضل دايما. بس انا يعني اللي بتضايق منه ان دايما المواهب بيحصل لها يعني شركات اداره الاعمال تتولاهم هنا في الوطن العربي ما بتديهمش المساحه الكافيه ان هم يكملوا موهبتهم، بيبقوا عايزين يستغلوا النجاح اللي هم فيه القريب، وبعد كده بيبقى باهتمام بحد تاني. فطبعا في مواقف كتير بتظهر، وفي مواقف كتير بزعل عليها، وفي مواقف كتير بتمنى انها تكمل وتوصل اكتر وكده، وفي مواقف بتشتغل على نفسها وبتنجح على حسب. على فكرة يا جماعة، أنا بس عايز أقول حاجة، هو محمد عطية فعلا صديق ليا، من الناس بجد، أنا ما بقولش كده على الهواء، من المحترمين بزيادة يعني، ربنا يخليك. هتشوفوا بينهم ومن عنده عضلات بزيادة كمان. على فكرة محمد صار صديقنا نحن كمان، صح؟ صار صديقكم. صار صديقنا نحن كمان، مو بس صديقك. هو بيسأل سؤال ومحتاج يعرف، عايز يلعب كورة، فاللي بيسمعنا دلوقتي متواجد في الإمارات عايزين نلعب كورة، ومحمد عطية عايز يلعب كورة ولاعيب كورة كويس. بده يلعب كورة؟ نعرف على ناس بيلعبوا كورة. طيب قبل بقى ما نقفل معاك، ريال مدريد ولا ليفربول والتشامبيونز ليج أخباره إيه محمد صلاح والقصه دي؟ اكيد من غير يعني مش محتاجه سؤال، احنا ليفربول يعني للابد. بص للابد صلاح يعني للابد. صلاح لو لعب في اي حته هنشجعه يعني بالظبط. اكيد. يعني احنا السنه يعني الجايه لا في ريال مدريد هنبقى بنشجع ريال يعني مدريد. يعني والله انا بشجع برشلونه، بس لو اشتروه كان ريال هو مدريد. بيلعب برشلونه كنت هشجعه برضه. ما فيش، محمد صلاح خلاص، هو ده اللي احنا وراه دلوقتي. ايوه بقى، متوقع فوزهم ان شاء الله. نحن كلنا هي معاك. البطوله يعني انا دايما بحس ان في البطولات الكبيره البطوله بتبقى عايزه فرقه معينه، وانا اعتقد ان الظروف كانت مناسبه جدا ويعني وكانت سامحه لان ليفربول يوصل للفاينل. وكمان انا تفائلت اكتر لما بايرن ميونخ خرج على ايد ريال مدريد، لان بايرن حاسه متمسك اكتر ك3 خطوط عن ريال مدريد، فكان هيبقى اصعب عن ليفربول يعني. احنا كان مستنيينك لازم بقى ندخله يحكي معانا بنركع عن في مره تجي لنا بقى البرنامج وتنورنا اكيد. لازم وهتبقى معانا يعني، انت عارف ان انت في اي وقت انت تقول لي اي حاجه، انت عارف يعني، ولا اقول لك لا على اي حاجه. يا بختك يا عم، يا بختك. بشكرك يا محمد جدا، واقابلك بعد البرنامج. ثانك يو محمد، ثانك يو، ثانك يو، باي باي. وانت طيب يا شكرا، محمد كريم، مع السلامه. طيب ده كان محمد عطيه، ولسه في مفاجآت جايه معانا في السكه، بس هنطلع لبريك ونرجع لكم تاني. ايش الشخصية اللذيذة دي؟ ده رائع محمد، جميل. رجعنا لكم، وبعد ما كنا مع الفنان الجميل نجم ستار اكاديمي الاولاني محمد عطيه، اتكلمنا معاه، هتبقوا تشوفوا المكالمه وهتنزل على السوشيال ميديا وتقدروا تتابعوها على اليوتيوب وكل حته. بس دلوقتي جات لنا بقى فقره الترندنج وكل الاخبار الجديده، انا بتحمس لها الفقره دي بشكل كبير عشان انت اخبارك كده فيها سبايسز. انا بحس شهناز عندها سبايسز بالاخبار تبعها، بحس الشغلات الغريبه اللي بتحكي فيها دائما حلوه عن جد، دائما لقيت اشياء غريبه بتلفتي نظري انت وعم عم عم تحكي صراحه.
أول خبر لليوم عن حليمة هولند. تردد على مواقع التواصل الاجتماعي كتير بالزيادة أنه هي رح تعتزل لأنه تم عقد قرانة. هلأ أنا ما عرفت لمين، ما عرفت هي مو أول مرة تتزوج صح؟ لا مو أول مرة، مو أول مرة، عندها أولاد كمان أولاد. بس الزوج هيقولون من المحاميين الكويتيين أو الجديد؟ إيه ما عندي صراحة تفاصيل إنه كبيرة على الموضوع، لأنه حسيت في برايفسي معينة تجاه هذا الموضوع. بس اللي عم بيصير واللي عم ينحكى عنه إنه راح تعتزل. عم تفكر تعتزل الفن بطريقة إنه يعني جدية، بس دائما بحس عند الفنانين والفنانات إنه بيصير هذا الشيء بعدين لا سمح الله ممكن يصير في انفصال أو طلاق أو اللي هو، وبترجع بتصير ترجع بتعد من أول وجديد على السوشيال ميديا. أنا بنظري ضد موضوع الاعتزال إذا هو هذا الشيء أنا شاطرة فيه أو أني أنا معه. بس منحب نهني حليمة بوند، من قلة ألف مبروك على زواجك وعقد قرانك. وحطت صور مثل ما مبينين هون أنه من عقد القران أي وعقد الزواج. أهجل أن أتمنى من بعدك شيئاً فأنت بالنسبة لي كل شيء، لذا أنا أوكي يعني خلاص ما في. إيه حلو كل الواحد كيف هيك ممكن يتنازل عن شيء، يعني أنت تنازلتي عن حياتك فيك تقولي، لأنه بالنسبة إلى هذا العمل كان أعمالها حليمة بوند على السوشيال ميديا. فبالنسبة لي إنه هذا الاعتزال الكبير ممكن يكون عن جد من حب نوع من نوع آخر، لأنه الاعتزال أو الواحد يعني يتخذ قرار كتير صعب. يعني أنا كان بمحلة بتمنى أكون مع واحد يساندني أو يكون معي أو يدفعني للأمام، مو يخليني اعتزل عن شيء أنا يعني أنا ما وصلت لهاي المرحلة بحياتي لحتى حدا يجي يوقفني منها. بس الحب وما أدراك ما الحب، يعني فالحب وأعماله يعني وأفعاله. فما بعرف انتوا ضد ولا مع؟ انا لا مش فكرة ضد او مع، بس انا بحس انه كتير قرار الاعتزال بيبقى قوي على اي رياضي فنان اعلامي اي حد، بيبقى قرار قوي جدا. فزي ما انت قلتي انه بده دراسه هذا القرار. انا برايي بده دراسه، يعني احنا شفناها من طريقه انه هو اللي خلاها تعتزل او تترك الفن، بس ممكن هي اللي قررت بسبب الزواج انه تريد مثلا تنشغل بالعائله او تصير ربة منزل او خلص، يعني ممكن ملت من شغلها. فاحنا ما نعرف شنو الاسباب بالضبط، بس هي ربطتها بالزواج يعني هي اكيد 100%. بس انه الواحد طبيعي انه يستنتج هيك استنتاج طبعاً. لانه انت كنتي على النطاق الاعلامي يعني بشكل عظيم وكبير، فانت لتجي لتعتزلي بده يكون في عندك سبب مقنع جدا او انه في شيء رح يمنعك من انك تكملي. عاده الزواج ما بيكون انه شيء بيمنع انك انت تكملي بالمجال الاعلام او الاعلام اللي انت فيه. فنحن بنعرف حتى بنطاق انه الخليج اللي نحن عايشين فيه، لما الفنانه بتتزوج او بعد الزواج انه بتعتزل بيكون عن طلب. فلما الفنانه بقدر واسم كبير يعني انه تقبل انها تعتزل، بالنسبه لنا هذا شيء عن جد انه عظيم، لانه بده يكون في شيء حقيقي. مجرد انه الزوج ممكن يطلب منها هيك طلب وهي حابه شغلها او تريد تكمل بيه، احسها شيء مو منطقي. يعني انه هو يطلب منها تتنازل عن جزء كلش كبير من حياتها، يعني شغلها والناس اللي يحبوها واسمها صار معروف وحياتها صراحه وتعبت حتى توصل لهي المرحله أكيد. فانا تتخلى عن كل شيء بسبب عشان كده بفضل الاجازه، افضل انه الفنان او حتى اللي بيشتغل مثلا بقاله 20 سنه يرتاح، مش لازم يوصل لسن المعاش عشان يرتاح. ممكن أكيد. لانه في دراسات كتير بتقول لازم توقف شويه وتاخد بريك 6 شهور سنه ترتاح ترجع تكمل حياتك تاني. اه ممكن تعطلك شويه بس ده نفسيا مريح ليك. الترندنج لسه في اخبار، عندنا مواضيع تانية. اشوف النط الاخبار من حليمة بولند للوكات اللي عم نشوفها باخر فترة. عم نشوف لوك الايلاينر العريض بزيادة اللي عم ياخد حجم جفن العين. بصراحة انا شايفة هذا اللوك عم يتداول كتير على مواقع التواصل الاجتماعي لدرجة انه أنا حاسسته أوفر. يعني ممكن نحنا نبدي شغلات غريبة على السوشيال ميديا، بس شغلات يعني صايرة يعني كتير كتير غريبة بزيادة بالنسبة لي. هذا اللوك كمان شفناه على نادين جيم، كانت مع بكامبين مع ميك اب فوريفر. ميك اب فوريفر طبعا أخذ كذا سيلبرتي ضمنهم صبا مبارك، بس هذا اللوك اللي شفناه على نادين جيم. كمان من اللوكات اللي انا ما حبيتها ابدا ابدا ابدا، لانه حسيته اوفر وبحس وجهه اوريدي
متعرض اوريدي معمول، فلما هي كانت تعمل الميك اب اصلا على ايدها بالالوان الترابيه كان كثير احلى، والناعم كثير احلى من هلا، وحتى الشعر الطويل حسيته احلى احلى عليها من الشعر القصير. بس ما حسيت هذا المكياج غريب يعني؟ هو ممكن جريء انه ممكن جريء يستعملوه جريء على مناسبات مثلا مهمه، بس بدنا نشوف هواي اشياء غريبه يعني الترندز مال الحواجب اللي تكون زجزاج او زجزاج. أيوة. يرفعوها لفوق يسوون اشكال بها، هاي اللي بداوا يلعبون بهذا الموضوع، بس هاي اعتبرها لوك جريء اكثر من او الحواجب المعقوده. هلا رجعت درجه الحواجب المعقوده، يسوون حتى اكو الجدوله او الضفيره. ايوه الضفيره. ايوه بالحواجب، فترندنج بقى الحواجب المقلوبه. ايوه هي تاني، انا بحب قوي الحاجات دي، بقى مستمتع وانا قاعد بتفرج عليكم. شكلك قوي مستمتع. طب ما تشاركنا، طيب شو رايك بلوك الاي لاينر؟ انتوا بتشاركوني في حواديت الكوره ولا حواديت ال اكو ترندز للشباب هم يعني يسوون اشياء باللحيه؟ اللحيه لا، حاليا اعتقد يعني اللي انا انت عندك مانبان، انت عندك مانبان بالشعر الكيرلي بشكل كبير من فتره، بحبها جدا والناس كتير. فاحنا هنطلع بريك دلوقتي ونرجع نكمل مواضيعنا في الترندنج، وعندنا السكتش، وعندنا بدون كلام كمان الفقره اللي بنلعب فيها مسابقه الافلام سريعا، ودايما بنكسب بس امبارح خسرنا. هنطلع بريك ونرجع لكم تاني، استنونا. يلا بينا. رجعنا لكم بعد البريك، وزي ما شفتوا في حلقه النهارده ابتدينا بكلام عن الصحه، وبعد كده التكنولوجي، بعد كده كان معانا مكالمه مع الفنان الجميل محمد عطيه، وبعدين اتكلمنا على اخبار الترندنج، وريم جابت لنا كام مفاجاه جديده كده غير الحواجب المقلوبه والحواجب اللي مش عارف ايه. ماليش في الاخبار دي خالص بس بحب اسمعها يعني. المهم ان احنا دلوقتي وصلنا لفقره بدون كلام، واللي فيها هكون انا والاستاذه شاهيناز. شاكينياز قول اسمي صح. شاهيناز الحمد لله. انا اسف شفته انه رفعت الصباع ومها وليم. نبتدي فيكم اول شيء، بس عايز اقول للمشاهدين انه في لعبه بنلعبها معاكم من اول البرنامج، حاولوا ما بين كل بريك وبريك ما بنرجع لكم في فرق بيحصل او في حاجه اوجد كان اسمها الفرق. ايه اوجد الفرق اللي بيحصل في القعده، في حاجه بتتغير من بريك لبريك، من بريك لبريك. اللي هيوجدها ويكلمنا ويقول لنا على ارقام الشاشه هيبقى يعني هنعمله مفاجاه كبيره جدا، مش هقول غير كده. طيب عامه يلا نبتدي. انت يلا نبتدي فيكم. لا فيكم انتوا. طب يلا اتفضلي يا استاذ شاهيناز. فيلم، كلمه واحده. طاير. طاير. لا هو ايه واحد مفروض يعني حمام. لا ده خيال المقات عندنا في مصر. ما اعرف ايش انا بدخلها غريبه. طير. طياره. فكر. استنى. طياره. ايوه هل هو واحد واقف كده؟ حمامه. ممكن تسكتوا؟ ايه؟ واحد ماشي، لا واحد واقف هينتحر قبل شويه. طب تايتانيك؟ سهله والله قويه. لا عشان تحاول تتسائل يعني حضرتك عايزه كم حركه ثانيه يعني، بس هي دي انا شكيت فيها في الاول، بس انا كنت فاكر افلام عربي بس فعشان كده. لا الفيلم اجنبي كمان. لا مره صعب صراحه. اجنبي ولا عربي؟ مصري. مصري؟ خلينا نشوف. يلا مو عارفه كيف. بس احنا كده كسبانين لحد دلوقتي. 2-1. لا 2-1. الله يستر. 2-1 النتيجه. خليك في مكانك. اوكي. ما له داعي. اهم حاجه ما تتكلميش بوقك. انا ما اتكلم. شايفيني وكل الكاميرا لقطوكي. اتفضلي حضرتك. احنا متراقبين من كل جهه. شنو؟ فيلم. اوكي. كم كلمه؟ كلمه. اوكي. ما فيش كلام حضرتك. انا ما قلت. اعملي لي هيك مشان اعرف انه اوكي كلمه. باراشوت. ها لحظه. تعالي تعالي تعالي. شوف الدليل للغش. كذا وانت عارفه ما انتبهت انا فعليا. طب خبيه 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 خبيه. طيب خبيه. انا فعليا فعليا ماني منتبهه، والله ماني منتبهه. لما كان لما تجاوب تقول اوكي، بس هي ما جاوبت. ماشي كملي كملي. لاني فعلا ما استغفر الله، هذه البنت ما بعدين حسابها. يا ستي كملي. واو شيء كبير. وحش. كبير وحش. انت شفت الاسم؟ لا هالك. مثل هالك؟ قريب هالك؟
ابن خالة هالك. خليك انا جوف. انفجار. انت كلمه واحده. هو مسلسل ولا فيلم؟ فيلم. ماشي شكرا بعطلكم. شفت النظره حسابك عسير. يا بنتي ما عندكيش غير الحركه دي. بيخوف. عظيم. جنب العظيم اخوه. اخو العظيم. ايوه صح هو بيبقى زي برضو. شو حاجه كبيره ملك. حاجه كبيره. عرش الملك. قربتي قربتي. نص نص التايم قد ايه حسن؟ حسن هو اللي بيمسك التايم. لسه 30 ثانية. كيف 20 ثانية يعني؟ 20 ثانية. ماشي يلا. مش عارف تغني الوردة ولا ايه؟ عبادة؟ راح. نص نص. قولي أي شيء طيب. انطقي. انطقي. تايم تان تان تان. الأسطورة. بس هفهمها ازاي؟ كيف هفهم كلمة اسطورة مثلا؟ من وين حتجيني كلمة اسطورة؟ هي دي تفهم اسطورة طبعا. لا 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 بعمل هيك يعني. اسطورة اسطورة يلا قول اسطورة. كيف تمثل؟ كيف حتمثل اسطورة؟ اقول لك انا ازاي تتمثل الاسطورة دي. اوكي لا تغشش مخرجنا. اثنين. اوكي اوكي. شو شو يعني؟ شو يعني هاي؟ يعني ايش هذه؟ انت بتستمع علينا؟ الكلمة قسمين. قوي رياضي. طب اقول لك بعد البريك هشرح لكم ازاي. طيب لانه البريك الحمد لله انقذني. ما مستحيل. لا على فكرة هذا ظلم. هذا ظلم. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل وشرحت لهم الأسطورة بكل سهولة. همشي مشيت محمد رمضان هتعرفوا على طول ان ده فيلم الأسطورة او مسلسل الأسطورة. والله ايه ده. طيب عامه لسه ماشي عشان عايز افكركم انه في حاجة بتختلف كل ما نطلع بريك ونرجع تاني. لو لاحظتوها كلمونا قولوا لنا ايه هي اللي بتختلف او ابعتونا على السوشيال ميديا. سهلة جدا 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 بس عايزة حد عنده قوة ملاحظة. ماشي هي دلوقتي اتغيرت فعلا. فاحنا مكملين لسه وعندنا بقى دلوقتي فقرة السكتش. والسكتش بنتفرج على فيديو سريع وبعد ما نتفرج عليه بنشوف ايه اللي هيحصل لانه مقسم الى جزئين. فبنتفرج على اول حتة وبعد كده نشوف هنحكم بايه وبعد كده نرجع نتفرج على الجزء الثاني. فتعالوا نروح نشوف السكتش ونرجع لكم تاني. يلا بينا. يلا بينا. عايز ايه عشان ايه؟ يا مساء الفل. يا مساء العسل. يا عمده عامل ايه يا زيزو؟ الحمد لله يا حبيبي. انت عامل ايه؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا حبيبي. طمنا عليك. اهو بخير الحمد لله. ايه اللي مسهرك لحد دلوقت؟ مذاكره بقى. الله يكون في عونك. طب بتخلص مذاكره بس انا حاسس انك انت قافل بقالك كام يوم. طمني يا عم. مش قافل ولا حاجه بس ضغط المذاكره والامتحانات جايه بدري وبتاع. عادي هتعدي. هتعدي والله ان شاء الله. السنه دي هتجيب تقدير ان شاء الله. قول يا رب. ربنا يستر. شكلك مش مطمني. لا لا ما تقلقش تمام. انا بس كل اللي مزعلني ان انت مش عايز تسمع كلامي. يعني انا عايز اساعد. عايز تشيل عني تركز في مذاكرتك. مش هقصر في مذاكرتي. انا عارف ان مذاكرتي اهم حاجه بالنسبه لك. انا عمري ما اقصر في المذاكره. انا بس هنزل ورديه كل ما ابقى فاضي. ورديه ايه يا حبيبي؟ انت ناس ابوك وامك الله يرحمهم كانوا عايزين ايه؟ عايزين يشوفوك دكتور. ما تخيبش ظنهم وتخيب ظن فيك الله يبارك لك. سيدي عارف والله بس انا صعبان عليا. انا عايزك تشوف حياتك. انا حياتي ربنا هيظبطها لي. اهم حاجه ان اطمن عليك. ماشي.
صباح الخير. مساء الخير. صباح الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ انت ايه اللي معانك كده يا حيوان؟ قوم اقف جنب اخوك. انت ايه اللي موقفك يا حيوان؟ قوم اقعد تحت اخوك. انت بكلمك انت، قوم اقف جنب صاحبك دوت. حاضر دكتور. معلش، هو بس احمد تحب تحس ان هو كده. ثواني، انا من رايي ان احنا نشوف وجهه نظر الدكتور احمد، ولا تحب نقول جبارة؟ ربنا يعز حضرتك يا فندم. ده وسام، وسام والله العظيم. انتوا عارفين ايه اللي مصبرنا عليكم؟ ايه يا فندم؟ ان انتوا الاثنين مجتهدين. طب دي حاجه كويسه، ومن الاوائل عندي. الحمد لله. ده شرف كبير لحضرتي وحضرته طبعا ان احنا واقفين قدام جلاله نفسي انا وهو. والله العظيم الكتب والمراجعات بتاعتي عرفت ان انتوا ما اشتريتوهاش. انا عامل 3 مجلدات، لو ما اشتريتوهاش هسقطكم في اعمال السنه. ها، من بكره تجيبوها. واللي مش هيجيبها، اللي مش هيجيبها، لا يا حبيبي مش هعلم لك طبعا على الامتحان اللي هيجي. وخد بالك بكره تجيبوها، مش بعد بكره. عارف بكره ليه؟ ها؟ ليه؟ عشان بكره لو ما جبتهاش انا هكون سلمت درجات اعمال السنه. يلا يا حبيبي خد صاحبك وتوكلوا على الله، وهنا عرض كتابكم. اقعد عيط بره واتنحنح يا حبيبي. مين ده؟ هو انا كنت محتاج فلوس بس عشان اجيب كام كتاب. عايز كام؟ 500 جنيه. طب انت مضايق نفسك كل ده عشان 500 جنيه؟ اصلا انا عارف ان انا تقلت عليك الفتره الاخيره. ولا حاجه، ولا تقلت ولا حاجه، ربنا هيكرم. انا هنزل دلوقتي اعمل البندوله دي في السريع، وانا راجع اجيب لك الفلوس. يا ابني ايه اللي منيمك هنا؟ انت جيت؟ الحمد لله على السلامه. معلش هما مش كاملين. خلاص مش مشكلة يعني. بص ما يعني بص بكرة ان شاء الله هيبقى معاك النص التاني. هو طب هقول لك انت خدهم عشان هو النهاردة هو كده كده مش هينفع تدفع نص وتسيب التاني. امسك وهنروح بكرة للدكتور وهنستأذنه. افهمك، الكتب دي بتباع في مكتبة، وانت تشتري الكتب كلها ما تشتريهاش كلها. والدكتور حاطط اخر ميعاد كان النهاردة بس. يا عم بكره هروح معاك للمكتبه واستسمح اقول لهم بعد اذنكم. يا عم تستسمح مين؟ انا مش هسيبك تكلم حد تقول لهم ايه. انا عارف هو احنا ظروفنا كده، احنا ده شيء طبيعي. انا كده حاسس ان انا قصرت. يا حبيبي ما قصرتش في حاجه. لا قصرت لما وقفت للراجل وخدته معايا عشان عربيته عطلانه. قصرت. طب بص انا هتصرف، انا في موضوع الماده ده ما تقلقش. خد بس انت الفلوس، انا هتصرف. خلاص انا هتصرف والله، ما تقلقش. رجعنا لكم بعد السكتش، ودايما بنتفرج عليه كل يوم في موعدنا شباب كده. بيبقى عندنا سكتش بنتفرج عليه بيتقسم لجزئين، نتفرج على اوله ونشوف هنحكم بايه، وبعد كده نرجع نتفرج على الجزء الثاني عشان نشوف الحكم الثاني ايه. ولسه اللعبه بتاعتنا بس مستمره، في اختلاف او حاجه بتحصل واحنا قاعدين، عايزين نشوف مين قوه الملاحظه عنده عاليه وهيعرفها. بس نتكلم على السكتش سريعا كده. اللي انا فهمته ان هم اخوات ومحتاج يجيب مجلدات بتاعه الدكتور عشان ينجحوا في الماده، وهم وضعهم المادي ضعيف شويه، فاخوه كبير بيسعى ان هو يجيب له الفلوس بتاعه المجلدات دي ومش قادر يجيبها له، ولكن بيعمل اللي عليه وزياده بس مش قادر. والتاني يمكن شويه مستهتر، يعني هو اصلا مستهتر وعايز يشتري الحاجه وخلاص، لكن مش بيذاكر. ما فهمتش لقطه ما جاب صاحبه، يعني كنت شويه ما ليه دخل هو وصاحبه للدكتور؟ هل عشان يعملوا ايه؟ انا ما فهمتش اللقطه دي. يعني هو يريد يسرق المجلدات؟ لا هو ما فيش سرقه، انت هي الفكره كلها انه فاتوا لانه طلب البروفيسور منه انه يدخل لجوا. وكان عم يقول انه المشكله انه انا فيني اطردكم من زمان وفيني هذا، بس المشكله انكم من احسن طلابي. يعني هم من الاوائل عندي. ايه هن مجتهدين. فلا هو صح. لا هو ما انه كسول ولا مستهتر. أوكي. بس يمكن ما بيسعى انه يجيب فلوس، بس هو غير قادر لانه يمكن عنده امتحانات، من وين بده يدبر الفلوس؟ فاذا هو ما قادر يعني. واخوه كبير لما بيقول له في لقطه انا حاسس ان انا قصرت لما خد هي حنيه اخ، دي حنيه اخ. ف هو يعني يبغى يساعده بس أخ. ما عنده الدعم الكافي يعني. مو قادر يعطي. مثلا هو في الجزء الثاني هنستفهم اكتر ونوضح لنا او يوضح لنا المشهد اكتر، فهنشوف دلوقتي الجزء الثاني ونرجع نكمل طبعا بعد ما نتفرج على السكتش من الجزء الثاني. جاهز؟ يلا بينا.
بص يا ابني، انا عارف ان انت الاول على الدفعه، بس الطالب المتفوق لازم يكون ملتزم. ممكن اعرف بقى ما حضرتش ليه؟ انا ما حضرتش عشان ما كانش معايا فلوس الكتب بس. يعني هو ده السبب؟ طيب اتفضل دول. ايه ده يا دكتور؟ دي الكتب يا سيدي. كتب يا ابني، الطبيب هو روح الإنسانية. أخوك عماد امبارح تعامل معايا بالروح دي مع إنه مش دكتور. أنا امبارح عربيتي عطلت فشاورت التاكسي وجبت معايا، طبعا جالي نوبة تعب، وقف عند أول صيدلية وجري وكان مرهوف عليها بشكل غير طبيعي. وصلني لحد البيت مع إني كان مشواري بعيد قوي. فاجئت وانا بحاسبه ان المحفظه ضاعت. قلت له استناني بس هطلع اجيب لك فلوس. هو خد بعضه ومشي من غير ما ياخد حساب. كان حاسس ان انا محروق. بس هو كان قايل لي ان ليه اخ واول على الدفعه واسمه عز. قلت له ما انا عايش عز، الكتب من عندي اكراميا لانسانيه اخوك. انا متشكر جدا. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يا دكتور والله. قولي عماد اخوك، ما تقوليش انا. قوله دكتور رؤوف بيشكرك على عمل الخير اللي انت عملته. يلا. طيب رجعنا لكم بعد الجزء الثاني من السكتش وكده. حلوه المواضيع الانسانيه وحلوه حنيه الاخ على اخته او الاخ على اخوه. الاخو طبعا، بس هي الفكره كلها انه شفتي الدنيا دوره، او يعني زي ما بيقولوا كده ان هو اخوه نزل. انتوا عارف كلمه بونديره كنتوا فاهمينها اللي قالها؟ بونديره يعني نزل. هو عنده تاكسي، تاكسي اه، فنزل يشتغل بالليل عشان يحاول يجيب له ال 500 جنيه اللي هو كان عايزه. فهو نزل لف بيه لحد ما وصل ل 250 جنيه وما قدرش يكمل. بس بيقول له انا حاسس ان انا قصرت لانه كان معاه راكب ما خدش منه فلوس عشان عربيته عطلانه، فهو ما خدش منه فلوس يعني وصله من غير ما ياخد منه فلوس. طلع الراكب ده هو الدكتور اللي بيبيع المجلدات، فحكى له القصه وهم راكبين مع بعض. فالراجل الدكتور ربط القصه وادى المجلدات للطالب اخوه من غير طبعا فلوس. هذا يدل انه الفيديو يوضح انه اللي يعمل خير يلاقي الخير. يعني طبعا. صح انه مهما انت سوى، حتى يعني النية صافيه، لانه نيته كانت صافيه، فاعمل خير تلقى خير، معروفه هذه. حبيت حتى لو ما لقيت يعني انه اعمل خير، لانه انت كذا عرفت انه لا تستنى من المقابل انك انت تاخذ منه شيء. اعمل خير زي ما يقولون وارمي في البحر. لا اول سكتش في فكره النهارده وانا عجباني، وبعدين فعلا بتحصل بشكل فعلاً كبير جدا. ساعات اقول لك على حاجه، مش بس في ان انت تعملي خير فيرجع لك خير، لا، ان انت مثلا بتسعي لحاجه معينه وبتعملي حاجه تانية بتبذلي فيها مجهود، الحاجه دي اللي انت بتسعي فيها ساعات بتجيلك بسبب المجهود اللي لا علاقه لي او لا علاقه بالمجهود ده خالص. بالهدف فعلا. فبتلاقي انه بيحصل لك في الاخر وبيحصل لك. ف يعني اعتقد بشكل كبير انه الواحد يبقى يعمل الخير، يعمل يسعى في الحاجات اللي هو نفسه فيها ويساعد الغير بشكل كبير. واحنا في شهر رمضان يعني مفيش احلى من ده توقيت ان الواحد يعمل حاجات خير ويعمل مساعدات. شاركتوا في اي تشاريتي قبل كده؟ عملتوا اي اعمال خيريه؟ دائما في تطبيق بتعامل معه انا على طول برمضان، بيبعت بوكس تشاريتي مع منظمه خيريه دائما هن بيتعاملوا معه. فدائما هذا البوكس بيتضمن من كتب، لا ما في اكل وهالشغلات هاي، بس في كتب، في تياب، في شوزز، في اي شيء ممكن انت حابب تتبرع فيه. احنا عندنا عاده بالعائله يعني ماما دائما كل فتره تطلع الاشياء اللي مثلا ما راح نستعملها وبعدها ممكن احد شخص ثاني يستفيد منها. صح. وتجمعها كلها ببوكسات، وطبعا موجود بكل المراكز التجاريه الاماكن مال التبرع. أيوة. فانت تحط الاشياء، طبعا الأشياء لازم تكون اشياء نظيفه ومو مهريه يعني من الاستعمال، فاحد ثاني او عائله ثانيه تستفيد منها. ومنها بقى نروح لحته ان انت ما تيجي تعمل تبرعات او خير او كده، يا ريت تبقى من خلال جهات عارفه هي بتعمل كده ايه او بتعمل كده فين ومردودها وين رايح. لانه كتير بنشوف دوله الامارات الحبيبه انه في متسولين طبعا بيبقوا
مش متساولين او يعني اقصد بطريقه مش تمام بيقدروا انه يعملوا مشاكل ودوله الامارات طبعا بتمنع الكلام ده تماما. لكن في منظمات خيريه تقدر من خلالها انك تتبرع وتساعد المجتمع بشكل كبير، لان التبرعات بتروح في شكل اعمال بتنشا لهم حاجات مصانع بيقدروا يشتغلوا من خلالها والكلام ده كله. كمان في السكتش اللي عجبني الفكره بتاعت الاخ الكبير والاخ الصغير، دي برضو اللي انت قلتي عليها الانسانيات اللي هي ما بين الاخوين، بيبقى محتاج الاخ الصغير دايما يحس ان اخوه الكبير بيساعده بيسنده، وفي نفس الوقت الاخ الصغير محتاج يبقى مجتهد وهو ولد عامل كده بيحتاج سند دايما الاخ الصغير. انا شويه هذا الموضوع اثر بي لان انا اصغر وحده بالعائله وعندي اختين اكبر مني، فهم دائما احسهم سندي مثل ما ريم ده تقول، ودائما يسوون الاشياء اللي تكون الاحسن لي والمصلحتي. فالواحد من يكون عنده يعني سبيشلي اخ، لانه الاخ يعرف انت وين مصلحتك، يعرف شنو الشيء الصح لك، فدائما من تتوجه له باي شيء بطلب او نصيحه او اي شيء انت بحياتك تحسه من كل قلبه يعني ده يسوي لك الشيء. فكل واحد عنده اخ او اخت اكبر منه او اصغر منه، هاي نعمة بصراحة يعني كلش شيء حلو. والصديق بقى، نرجع لموضوعنا النهاردة بتاع الحلقة. أنا معرفش في حد لاحظ الاختلاف اللي بيحصل في الحلقة النهاردة ولا لأ ما بين كل بريك. هلكنا بهالاختلاف. أنت عارفة؟ لا لا ولو. سؤال الحلقة كان إنه إيه الموقف السلبي أو الإيجابي اللي حصل ليك مع أعز أصدقائك. حكينا إنه في مواقف حصلت، في حد متذكر مواقف بيحصل؟ لا والله. طب رأي احكي بشكل عام مالي بعد. احكي بشكل عام مالي. بشكل عام. بشكل عام خلال 25 سنة من حياتي في نوع من مو ما حقول استغلالية، بس دائما أنا كيف بدي أقولها، ما بحب أقول كلمة استغلوني أو عارفه، بس دائما في undervaluing معين، الناس ممكن تنظر لك بطريقه معينه، نحن بنقولها بالعربي بيستوطي تقلل من شأنك. ايوه تقلل من شأنك او بيستوطي حيطك. فهي شغله انا مريت فيها. خلص يا محمد فهمنا انه التيشيرت تبعك فيه. فانا بس كذا موقف صار معي بحياتي بيخليني احس انه انا هو من هذا الشعور من أصدقاء، يعني من أصدقاء ومن إن الأصدقاء مرات يسوون أشياء إنه تحسيهم دي يستغفلوك أو إنه أنت غبية. أيوة أو أنا غبية بنظر. هذا الشيء طبعا حتى شركات سلبي. شركات يعني بنطاق العمل أو بنطاق العائلة أو بنطاق الصداقة دائما لازم يطلع حدا هيك يقلكن أو يستوطي من حيطك أو أي شيء. بس نصيحتي يمكن للجمهور إنه ما تخلوا ولا حدا يستوطي حيطكن لأنه ما في شيء بيستاهل. نفس الوقت الأصدقاء صراحة هم نعمة، يعني ساعات يكونون بحياتك من جد فعلا طبعاً. يعني تلاقيهم موجودين طبعاً. طب لا فعلا حقيقي يعني طبعا هم معدودين على الأصابع يكونون دائما، خصوصا لما تكون في موقف يعني طحت في موقف صعب تحتاج أحد جنبك، هنا من جد تعرف مين اللي حوالينك ومين فعلا اللي يساندك ويحبك من جد، ومين اللي معاك بس لمجرد انه خلاص طلعه حلوه كذا تضيع وقت. هنا تعرف مين صاحبك طبعا بهاي المواقف الصعبه الواحد يشوف منه مهتم، يعني حتى من يكون موقف جدا بسيط او شيء مو لازم الناس تكون حواليك او تساندك، بس تشوف اصدقائك دي يكونون يمك او دي يساندوك بشيء، فانت تحس انه هم صدق عائله يعني اخوان. يعني انا مثلا قبل شهر سويت عمليه عيون للنظر، فهي عملية جدا بسيطة بس كان لازم أبقى بالبيت 3 أيام ما أشوف ضوء الشمس أو أشعة أو أي شيء أثر على العين. كل صديقاتي جوي يمي بس حتى يونسوني، لأنه حتى تليفوني ما أقدر أشوفه لأنه الضوء مال عذاب بالنسبة لي. إيه كان ما يصير إنه أشوف ضوء عالي، فحتى تليفوني ما قدرت أستعمله، التلفزيون ما أقدر أتفرج عليه، فماكو شيء أسوي. فكلهم يعني فعليا كل صديقة من صديقاتي جت لبيتي بس حتى تقعد وياي أو تسليني تقول لي زي صير بالسوشيال ميديا. فطبعا هو موقف يعني بسيط بس هم أنا رويك منه مهتم بيك. أو في أصدقاء كتير ممكن تقعدي فترة كبيرة ما تكلمهمش، بس أنت عارفة أنه هو وانس مكالمة بتحصل أو هتقابليهم كأنك دي تصير كتير. يعني بحس أنه اللي قريب منك قريب مهما كان بعيد، حتى لو أنه غبت عنهم فترة طويلة أول ما تكلمهم مثلا أنا طايح في هذه المشكلة أو عندي هذا الشيء على طول تلاقيهم موجودين، وانت بالذات تعرف مين هم يعني تعرف منه اللي يتأثر بيطلع منه. بيطلع في كمان في مواقف يا حزين يا سعيدة بحياتك، في شخص او شخصين دغري بيخطروا على بالك
ترفع سماعة التليفون وتحكي لهم كل شيء. أنا حتى بعائلتي منقدر كتير الصداقة. خلاص خلاص كل ما بحكي يجي خلاص خليني كفي. نحن منقدس الصداقة لأنه نحن يعني مفهومنا للصداقة بيصير شيء عائلي، لأنه بابا عنا تغرب وعاش مع أصدقائه وكبر مع أصدقائه هون، فبالنسبة له هني كانوا أهل العائلة، العائلة تبعه. شو ليك عم تطلع شو؟ فهمنا على البلوزة، فهمنا. انت عارفة ان في برنامج على قناة الآن، القناة اللي احنا بنشتغل فيها، قناة حبيبتنا، اسمه فن الإيموجي. فأنت لابس لهم، المفروض يستلفوني تيشرت هذا من فعلا. عارفين التيشرت بيحصل فيها ايه؟ هذا هو التغيير. هو ده التغيير. وكل ما بيجي التغيير لما انا بحكي في كذا حد على السوشيال ميديا عارف اكتشف من جد. برافو برافو كده شايفين عكسها بقى. لا سحر ولا شعوذة. يمكن في ناس تعبانة بده يغير، واللي عايز التيشيرت يكلمني على التليفون. الواحدة بـ20 درهم. رخيصة قوي ليه كده؟ لا رخيصة ايه، ما انا جايب جملة، جايب جملة، جايب عدد كبير. طب مين تعملي له الايموجي ده ومين تعملي له الايموجي ده؟ يعني هم ثنائهم فرحانين. ايه الاثنين فرحانين. واحد كول ممكن للاصدقاء اللي وقفوا ويانا. لا بس اقصد اللي بتغمزي له بيبقى يعني حد عمل حاجه حد كده. لا هذه بين الاصحاب تصير، اذا مثلا في جالسين بجلسه وثانيين مو مرة في حشة انه حتى تطالع انه مو شرط غمزة، انه نظرة كده نظرة تقرا افكاري. طب ريما انا عايزك تكملي القصة، قطعتك بدون قصد، وانت اللي قطعتيني وانا بعمل انا اللي قطعتك، لانه كل مرة عم تعمل تيشيرت انا وعم بحكي. لا هو كان بس مغزى معين، انه في اوقات انت اوكي الاهل دائما الملجأ الاول والمصدر الاول للثقة، بس في اوقات ممكن تستحي من موقف معين تحكي لاهلك، او في شغلة مثلا بتفضل انك تحكيها لصديق اكثر ما تحكيها لاهلك. فدائما حلو الواحد يكون عنده هذا الصديق او الصديقة اللي يلجأ لهم كمان مثل ما بيلجأ لأهله. وعلى موضوع انه اكو ناس تتأثر انه احنا مثلا نبتعد عنهم فترة او ما نحكي وياهم، بعدين مثلا موقف صار لنا موقف صعب او موقف حلو انه احنا ذكرناهم، اكو ناس يزعلون. فأني اشوف اللي يزعل مو الصديق الحقيقي، لانه حتى لو انت ابتعدتي عنهم او صار لك فترة ما حكي وياهم، مفروض هو يعرف هو شنو قيمته بقلبك، يقدر بعدين يقدر. يمكن عندك ظروف، يمكن عندك شيء، ممكن انت عندك ظروف، او حتى اذا تشوفين اصدقاء بالمكان العمل او مكان الدراسه غير اصدقائك اللي قبل، فهم المفروض يتفهمون انه حتى لو طال البعد او الغياب انه وراها عادي من نحكي كانه ما صار شيء، كانه صار لي يومين ما شايفه. بس في ناس انا اعرف انها بتخاف من العتاب، يعني ممكن يكون اعز اصدقائك وحصل زعل، هو خايف من العتاب، بيخاف يعني العتاب اي، فيقرر انه هو يهرب انه عشان يتفادى هذا العتاب بالضبط. يعني. واكو اصدقاء موضوع الغيره، انه اذا انت رحت الاصدقاء أيه. جدد او تعرفت على ناس جديده هو يحس بالغيره انه شلون اخذوك مني. لا هذه حب تملك صراحه. أيه. يعني احنا في النهايه ناس كبار، يعني ما في احد ملك احد، انا حره اكلم فلان علان اطلع معه انا يعني ما عم بفهم ما افهمها. لا انا هاي ما بفهمها تبع التملك، تبع انه يعني صار عندك صحبه جديده او كل واحد حر بحياته، كل واحد له مكانته بالضبط. بالنهاية بالعالم بعدين أنا لما بغار بيكون أنا ماني واثقة بطبيعة علاقتي مثلا معك، أنا صرت غار على مثلا شهناز عم تطلع معك أنت، يعني أنه على أي أساس أنا مفروض أعرف شو مكانتي عند شهناز؟ لا ولا حتى لا. لو يعني مثلا طلعنا مع أصحاب ثانيين أو إيش المشكلة يعني؟ أي بغاروا بيخافوا أنك في ناس بتخاف انك تتقربي لناس اكثر منا، في ناس بتخاف انك تتقربي منا اكثر من ناس ثانيه، فبيصير في قله ثقه بالنفس. يعني بعدين انت لما بتشوفي هذا الشيء ساعتها انت فيكي تتخذي قرار انك ترجعي، لا مو تبعدي انه بشكل كامل، بس انك ترجعي كم خطوه لورا بعدين اذا هي صديقه او صديق حقيقي حتلاحظ هذا الاختلاف والابتعاد وحتجي تحكي معك شو في ساعتها، في بده يكون في نوع من المصارحه. اذا في اذا هي صديقتك من جد ايه؟ انه تجي تسالك صح انت ايش فيك. في ناس مثلا ما تسأل وهذا يدل انه اصلا انت ما انت فارق معاها. يعني في خلال دقيقه قبل ما ننهي حلقتنا النهارده من موعدنا شباب،
عايزين نراب اب اللي حصل نراب اب يلا القاموس كله باخده من تراب اب لا هو مش غريب علي عندي هواي اصدقاء مصريين انا كل شيء احب لهجتهم فدائما بالانجلش بس يفوتون حرف النون نساين مي ان شفتي واحد من الكوميديين المعروفين طيب في زي ما بقول لك في 30 ثانيه دلوقتي انا ايه اللي حصل انه مرينا بالتكنولوجيا والصحه وكل المواضيع الترندنج بكره هنكون معاكم في نفس الميعاد من الساعه 6:30 للساعه 8 في موعدنا شباب على قناه الان هنسيبكم دلوقتي مع بريك ونشوفكم بكره في نفس الميعاد ان شاء الله استنونا ويلا بينا باي باي